تقلب حضراتكم من ساحة القرآن الكريم إلى ساحة العلم والعلماء، فهي بنا نعيش في رحاب كلمة الوعظ والإرشاد التي يلقيها علينا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور سعيد محروس الديب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صاحب الجناح المرهوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويمنع ويحقق المطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، يمرض ويشفي ويكشف القروب. نحمده سبحانه حمدا لذاته العليا منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلم الحقوق، ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يحدث من خطوب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب الجناح المرهوب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويقلب الأبصار والقلوب، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صاحب المقام الموهوب، من خلقه مكارم الأخلاق، وفي اتباع سنته تتسع الأرزاق، وهو الصفي المحبوب، نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور بائن، وما عداه من الشرائع مشطوب، أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، وحديثه غير مكذوب، أول من يجوز على الصراط، وأول من يدوس على البساط، والكل من الهول مكروب، صاحب لواء الحمد، والمنفرد بالثناء حين الجد، حيث الفلاح أو الرسوب، صاحب الشفاعة العظمى، وله المقام الأسمى، واسمه على باب الجنة مكتوب، بحبه تتحقق الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القروب، فاللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاع العبد أو عصى، ونور بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب، فاللهم صلي صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، المقام ليس مقام كلام قدر ما أنه مقام عظة واعتبار، ففي كل يوم نودع ونودع إلى القبور الأهل والأحباب، وفي كل يوم نبكي الشيوخ والشباب، فيجب علينا أن نتذكر ساعة يوارى فيها علينا التراب، يجب علينا أن نتذكر ساعة الاحتضار وخروج الروح، وأولادك من حولك يبكون، والنساء تنوح،
ويكثر العويل ويشتد الأنين، وأنت يا ضعيف يا مسكين على فراش الموت مطروح، تغرغر عيناك بالدموع وللموت رهبة وخشوع، فتحاول النطق فيتعذر عليك الكلام، ولكن جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. استمعنا إلى آيات بينات من سورة الرعد، تلاها على مسامعكم فضيلة العلم القرآني والقارئ المتقن أستاذنا فضيلة الشيخ محمود الخشت. من قول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك هو الحق من ربك. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وسأقولها لكم، يبين لنا كيف يكون حال المؤمن عند الابتلاء: الصبر والتسليم، وبما يستعين به حتى يكون صابرا ومسلما أمره لله عز وجل. بعد الصبر والتسليم يتسلح بالصلاة ويتسلح بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالإنسان المؤمن عندما ينزل به أمر الله عز وجل يتلقاه بالتسليم والقبول، ويقول رضيت بالله ربا، ويرضى ويسلم لأمر الله. وعندما يسلم المرء منا لأمر الله عز وجل، يقذف في قلبه الطمأنينة ويجعله يسكن ويرضى. بس تعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سيدنا أيوب بعد 18 سنة في المرض، الشيطان يوسوس له، فيقول للشيطان: يا لعين، أنا في نعمة لو علمتها حسدتني عليها. فيقول له إبليس: مات الولد وهلك الزرع وضاعت الصحة، فين النعمة اللي انت فيها؟ فقال: يا لعين، النعمة الكبرى التي أنا فيها ولو علمتها حسدتني عليها هي الرضا بقضاء الله. وبعد كل هذه المحن التي تعرض لها سيدنا أيوب، قال: الحمد لله الذي جعل الأمراض في جسمي وترك لي لسانا أقول به لا إله إلا الله. يبقى يجب على المرء منا عندما يبتلى أن يسلم أمره لله، وأن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يسلي نفسه بالصبر والصلاة. ليه؟ لأن اعتراضك على قضاء الله لا يغير شيء، كما أن رضاك نفسه بأمر الله لا يرجع شيء. ولكن المؤمن دائما يرضى بقضاء الله ويسلم لأمره سبحانه، علشان يحصل على ثواب الصابرين. الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه هو جزاء الصابرين؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجب عليك أن تسلم لأمر الله وترضى به،
فيحول الله محنتك إلى منحة. فالإنسان المؤمن عندما يفوض الأمر لله ويسلم أمره لله ويرضى بقضاء الله فإن الله سبحانه وتعالى يحول المحن إلى منح، كما كان مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعرف الصبر نصف الإيمان. الصبر هو تعويد النفس الهجوم على المكاره، اللي انت تصبر على ما تكره. طيب ربنا عز وجل بيأمر نبيه بيقول له ايه؟ فاصبر صبرا جميلا. ايه هو الصبر الجميل؟ الصبر الذي لا جزع فيه، يعني لا اعتراض ولا كلام فيه، ده تفويض الأمر مطلقا لله سبحانه وتعالى. فاصبر صبرا جميلا. علشان كده ربنا عز وجل جعل ثواب الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. شوف بقى، أولو الألباب أول صفاتهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فيجب عليك أن تفي بعهد الله، وعهد الله عليك وعبادته تقتضي منك أن تسلم الأمر لما ينزله بك. فالله عندما ينزل بك أمرا تسلم فيه وترضى وتفوض أمرك بلا جزع أو اعتراض. طب شوف سيدنا أيوب عندما فوض أمره لله وصبر على قضاء الله وقدره ماذا فعل؟ الله سبحانه وتعالى أمره أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فحرك رجله فانفجرت من تحته عين تنبض ماء عذبا، فنزل اغتسل وشرب منه، فأبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ورد عليه أهله ومثلهم معهم. ليه؟ يقول ربنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فيجب علينا أن نفوض الأمر لله عز وجل، وأن نصبر على قضاء الله وقدره، وأن نرضى ونسلم لله سبحانه وتعالى في كل حياتنا. وهذا شأن المؤمن، يقول سمعنا وأطعنا. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، فاللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وتب عليه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأبدله اللهم دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شكر الله سعيكم جميعا.